قدرنا تواصلنا مع دكتور مسعد. بدي نسألك حضرتك، انعرفت ببي سهره للرئيس ترامب، يعني ابنك وبنته للرئيس ترامب، خلينا نقول الميلة الأخرى اللي هي ميلة ترامب. كنت عم بحكي أنا وياك قبل على قصة الإحصاءات أستاذ مسعد، دكتور مسعد، كل الإحصاءات بتقول إنه الرئيس دونالد ترامب سوف يخسر وسوف يربح بايدن، وكنت عم تشرح لي فكرة لابد من توضيحها أكثر للمشاهدين لحتى لهيدي قصة الإحصاءات. مساء الخير أول شيء، وأهلا وسهلا فيكم هون بواشنطن دي سي. للحقيقة مثل ما كنا عم نقول، موضوع الإحصاءات موضوع ملفت للنظر جدا، لأنه معظم هيدي الإحصاءات هي غير دقيقة على الإطلاق، لبل هي من ضمن حملة مبرمجة وممنهجة ضد الرئيس ترامب. ابتدأت من 4 سنين بس كترت طبعا هلأ بقوة بعد موضوع الكورونا خاصة. يلي عم بيصير هو في حوالي 15 شركة معتمدة إذا فينا نقول أو معروفة بموضوع الإحصاءات، وفي كتير جامعات وفي جرايد وفي مؤسسات بتعمل إحصاءات غيرها. هلا هودي 15 في من ضمنهم 12 من هني من ضمن فريق العمل المناهض لترامب واللي عم بيقوم بحملة مبرمجة ضده، وفي بس 2 أو 3 موضوعيين منهم مع ترامب بهذا المعنى بس موضوعيين. هلا بيجوا حتى شركه مثل فوكس نيوز يلي تعتبر انه مقربه نوعا ما او مؤيده لترامب او لسياسات ترامب بشكل عام، صحيح بس مش بشكل كامل ابدا. حتى فوكس بتعتمد شيء اسمه ريل كلير بوليتكس بولز افريج، هذا بيجي بياخذ هودي الاحصاءات كلها سوا كل فترة. بعدين كمان هيدي مهم كتير موضوع الفترات، بيجي بياخد تنقول خلال أسبوع أو 5 أيام أو غيره، بهيدي الفترة بياخد شو في إحصاءات من هودي 12 أو 13 أو 15 أو 8 وبياخد الأفريج. وبعدين يلي عم نشوف بوسائل الإعلام بلبنان خاصة هو الناشونال أفريج. الناشونال أفريج حكما تاريخيا هو بميل للديمقراطيين على الأقل بخمس نقط. إذا بتاخذ الناشونال الأرقام الناشونال دايما في حوالي 49% مؤيدين للديمقراطيين و44 للجمهوريين. خلي بقى سؤال آخر، حضرتك لبناني ومقرب جدا من رئيس ترامب، قد اليوم لبنان أنت بتعرف كمان مقسوم بين ترامب وبايدن، والمناهضين للمقاومة بيعتبروا إنه لا هن بدهم بايدن، يلي بدهم يقضي على المقاومة هن مع ترامب، قد إيه صحيحة هيدي الأبروتش على هيدي النظرية؟ خلينا نقول النظرية مش صحيحة أبدا. يلي بيعتبر أو بيراهن أنه في تغيير جذري بالسياسات الأمريكية بالنسبة لهذا الموضوع خاصة بموضوع ديمقراطيين أو بايدن، هذا مش صحيح على الإطلاق. مش بل العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، أنه ترامب هو اللي ممكن يساعد لبنان. ترامب هو رجل السلم مش رجل الحرب. إذا شفنا سياساته خلال هيدي 4 سنين، نهي كل الحروب اللي كانت منتشرة، من كان بأفغانستان أو العراق أو بسوريا أو غيرهم، سحب جيوشه كلها وعمل مؤتمرات سلام، إن كان بأفغانستان أو بموضوع أرمينيا أو بموضوع يوغوسلافيا سابقا أو بالشرق الأوسط. يعني هو الدكترين تبعه هي دكترين سلام. خليني أسأل سؤال أخير ما نبلش نشط الأخبار. اليوم في مخاوف عم نشوف على الطرقات كيف كله مسكر بالخشب، إذا ربح ترامب كارثة وإذا خسر ترامب كارثة، يعني على الحالتين في كارثة بالشوارع، كارثة بالمزدوجين، يعني صحيح. في ممكن يصير في مشاكل. اليوم في غضب كتير كبير عم يعتبروا أنه ترامب عم بيغير وجه الولايات المتحدة لناحية العنصرية، لناحية التطرف، لناحية السود، لناحية اللاتينو، العرب وإلى ما هنالك. طب شو ردك على هذا الموضوع؟ يعني هذا واقع عم ينحكى اليوم. هو الحقيقة الواقع أنه إذا ربح هي ممكن يصير هودي الإشكالات. يعني مثل ما بنشوف هون بالشارع حوالينا اليوم الصبح أنا وعيد وشفتهم كلهم عم بيسكروا المحلات ويحصنوا بالخشب وغيره، هيدا في حال ربح. وحتى نحن حذروا، نحن يعني خلال ساعتين تقريبا رح نكون بالبيت الأبيض وفي طريقة معينة كيف بدنا نفوت وكيف بدنا نطلع وإلى آخره، هي كل هيدا الإجراءات متاخد بسبب هيدا الموضوع في حال ربح. هلا على كل حال من الصعب جدا أنه تطلع النتيجة الليلي، صحيح، بسبب موضوع بيتعلق ببنسلفانيا وبغير بنسلفانيا، بأوهايو وبغيرهم.
بس في حال صار أي شيء نحن نعرف من أي طرف، يعني المشاكل عم بتصير من طرف واحد، ولا مرة شفنا أي مشاكل من تاني طرف. شوي القصص اللبنانية الاتهامات بهذا الموضوع. أنا بدي أشارك أستاذ مسعد بولس الدكتور، حضرتك يعني عم نقدر نحكي كصفتك أب صهر خلينا نقول رئيس ترامب، شكرا لك على وقتك، وأنا حنقدر نستمر كمان بهذا النهار ولنشوف كيف بتصير التطورات.